يصطدم منتخب إنجلترا بنظيره المنتخب الفرنسي اليوم في تمام الساعة 10 مساء على استاد البيت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المونديال. ويتطلع منتخب إنجلترا بقيادة مدربي ساوثغيت إلى الفوز على الديوك الفرنسية، حيث يتسلح بكوكبة من النجوم أمام فرنسا، بالإضافة إلى انضمام رحيم ستيرلينج إلى معسكر إنجلترا بعد غيابه عن مباراة السنغال في دور 16. في المقابل يخوض منتخب فرنسا مباراة إنجلترا بصفوف مكتملة بدون أي إصابات قبل القمة النارية، كما يتمسك لاعبي فرنسا بقيادة مدربهم ديشامب بالحفاظ على لقب مونديال 2018، وهذا ما يتطلب انتصار تاريخي على الأسود 3 من أجل الوصول إلى المربع الذهبي.